السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي متابعين قناة فيوتشر كوين وقناة بتسي وورلد عالم بيتكوين. فيديو جديد على قناتنا، القناة المهتمة بآخر أخبار العملات الرقمية. طبعا أصدقائي بهذا الفيديو راح أتكلم عن حرق عملة تيرا لونا كلاسيك وكم هي عدد القطع المحروقة اللي تم حرقها اليوم من منصة باينانس. أما بش الفيديو بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. ولا تنسى انضم لقناة على تليجرام، أترك لك الرابط أسفل الفيديو، كمان الرابط موجود في بانر القناة. خليكم معنا أصدقائي لبعد الأنترو. طبعا صباح اليوم اعلنت منصة باينانس عن حرق 6 مليار و389 مليون قطعة من عملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا هاي اجمالي عدد القطع المحروقة باستخدام رسوم التداول سبوت والمارجن. طبعا قيمة هاي القطع هي 1,189,000 دولار. تم الحرق اليوم يوم الجمعة 2/12/2022. طبعا الى حد الان صار اجمالي عدد القطع المحروقة 35 مليار قطعة. عدد القطع المحروقة عن طريق التحويل الى محفظة الحرق هي 25 أو 24 مليار قطعة و863 مليون قطعة. طبعا عندي 10 مليار قطعة تم حرقها من رسوم الحرق اللي هي رسوم 1.2%. وبعدها عندي تحت منصة باينانس المرتبة الأولى في عمليات الحرق اللي هي بتساوي 20 مليار قطعة، وبعدها رسوم الحرق اللي هي بتساوي 10 مليار قطعة، وبعدها عندي عملة لوناتيك توكن 2 مليار قطعة. ارتفعت بالأمس عملة تيرا لونا كلاسيك بنسبة 20%. هذا الارتفاع بعد اختراق الترند الهابط. طبعا لمسنا الموفيج ابرج 200 بمربح 20%. حاليا عندي موجة تصحيح. موجة التصحيح راح تستهدف الدعم الموجود امامكم. خلينا نحط نرسم خط الدعم بهاي المنطقة. عندي هون خط دعم ابتدينا منه في المرة الماضية، وطبعا عندي كان بالمرة السابقة عبارة عن مقاومة. حاليا ممكن نرجع نستهدف هاي المنطقة، منطقة ما بين 17 إلى 18 هي راح تكون مكان الشراء الجديد بالنسبة لي. بهاي المناطق هي مناطق جيدة للشراء ومناطق ارتدادية جيدة. بشتري بجزء من رأس المال على منطقة 0.3/18، وطبعا إذا تم الكسر برجع بشتري باقي رأس المال على منطقة 17. هدفي الآن هو كسر الموفيج ابرج 200، كسر الموفيج ابرج 200 وتداول أعلى طبعا راح ياخذنا لأرقام جديدة وقمم جديدة. أصدقائي بكم وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم المنطقة الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.